حوا. قانون حوا ده كتاب محترم جدا يستحق القراءة بجد للمحامية رشا صبري. قانون حوا بيقدم إجابة لكل سؤال بيدور جوه عقل أي بنت أو أي ست. كل حق من حقوقك، حقك في الشارع وإنك ماشية من غير خوف، من غير أي تحرش، حقك جوه البيت، الشبكة، أو يعني لو لا قدر الله ما حصلش نصيب إزاي تكون من حقك قانونا. والطلاق أكيد كان ليه نصيب كبير جدا في الكتاب ودوشته، وجواز وأنواع الجواز، وجواز أو زواج المسيحيين، طلاق المسيحيين. يمكن النهارده هنتكلم عن الخلع بمناسبة ان احنا خصصنا حلقة كلها عن موضوع الخلع ما بين مؤيد وما بين معارض. الحقيقة رشا وضحت في كتابها اهم النقط والدوافع القانونية اللي يعني حقك موجود فيها ولو رفعتي دعوة خلع على جوزك. تفاصيل كتير ومعلومات قانونية اكتر هنسمعها من ضيفتي العزيزة رشا صبري. رشا صبري المحامية، نورتيني وشرفتيني. كتاب حلو قوي بجد. نرمين، انا قلت لك في الاول شهادتك دي لوحدها عندك فيها. والله والله يا رشا بجد النوعيه، خلي بالك انا ماليش، انا مش انسانه قارئه او يعني ممكن اخد ملخص، لكن ان انا اقعد امسك الكتاب واقعد اقراه معنى كده ان هو يعني لا حلو وشددني يعني. وهو مش قصه، هو انت بتدي حاجات قانونيه ويمكن دي حاجه بطريقة جديده بطريقه سهله كمان. الكتابه بالعاميه يعني هقول لك حاجه، انت عشان مثلا انا نفسي اكيد كنت بقرا موسوعات قانونيه عشان اطلع منها معلومه. شغلك. طبعا ده اول ده شغلنا. فتخيلي ان انت تطلعي من مثلا موضوع هو في واخد كتاب كامل وانت عايز تطلعي في 4 صفحات، ايه النقط المهمه اللي تهمك كبنت مش قانونيه او مش فاهمه ده، او انت مش مضطره تقعدي تقري مواد اتغيرت ومواد اتعدلت، انت مالك ده حاجه ما تخصش. انا عايزه اخد الخلاصه. الخلاصه يعني عايز انت اعرف الخلاصه ايه، وبعدين تعملي توأمه ما بين القانون والواقع. انا هقول لك انت ممكن، انا كمحاميه بقول لك خدي بالك ما تعمليش ده، وخدي بالك انت لو عملتي كذا هتخسري حقك، وخدي بالك انت لو اتاخرتي عن الميعاد الفلاني ده هيكون غلط. لا انا قريت انت عامله كمان بنود، يعني عامله التحرش، الايذاء الالكتروني، انواع الطلاق، كتب انواع الجواز، انواع حقوق الابناء، الجواز العرفي طبعا طلعت منه. انا شايفه اقول لك حاجه، انا نفسي بقول ان لو جيت اعمل حاجه يعني انا نفسي مش هقدر اعمل احسن من كده. يعني هو الفكره ان انت كل، انا الجواز من اجنبي، ازاي تدي الجنسيه لاولادك، حقك في جواز المتعه، جواز المسيار، الجواز العرفي، اي نوع جواز، اي نوع جواز موجود البنات بشكل، يعني البنات او حقك فيه، حق اولادك فيه، حقك في ده وحق اولادك في ده، في الطلاق حقك وانت متجوزه، ايه القضايا القانونيه اللي من حقك وانت لسه في بيتك وعلى ذمه الراجل ده ترفعيها. عجبني في الكتاب يا جماعه كمان ان هي رشا مثلا اول حاجه كانت التحرش باين. اول حاجه التحرش. التحرش هي كاتبه مفهوم التحرش، تعريف التحرش هو ايه، لما يحصل لي تحرش المفروض ان انا كبنت حصل لي تحرش في الشارع المفروض ان انا اعمل ايه، واخد المتحرش ده ويبقى يعني زي اكنك بتكلمي محامي. وطبعا ازاي تضمني انك لما تاخديه انك وانت في الشارع تاخدي حقك، بحيث ان انت مش لما تروحي القسم تحسي ان انت ما خلاص ما تقوليش ما فيش حقيقة. القانون مش بيخدمني. طب خدي بالك انت لازم تاخديه معاكي وتاخدي شهود، ولازم تكوني حريصه انك تاخدي الشخص ده اللي اتحرش بيكي وتتاكدي ان هو راح معاكي عشان تضمني حقك. لكن لو رحت من غيره هتعملي محضر وهتروحي تبص عليه كل شويه، وممكن بصراحه ما يجيبش نتيجه. لكن بعكس ما انت خدت الشخص من ايديه وفي شهود وخدت الشهود معاكي، كنت حريصه وانت في الشارع ان انت تكوني ماسكه نفسك وقويه وتقدري تضمني حقك بالشكل ده. كمان في فرق بين التحرش وهتك العرض والاغتصاب، الثلاثه ليهم كل واحده لها توصيف قانوني مختلف عن الثاني. لازم قبل ما تروحي تقولي انا تم اغتصابي، لا لازم تتاكدي ان هو مش هتك عرض مثلا، او تقولي ان انا التحرش تم بيا التحرش، مش ممكن يكون هتك عرض مش تحرش. بالزبط. فكل حاجه لو انت قريتيها وفهمتيها، كل حاجه كاتباها، لو الجاني عمل كذا 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 ده يكون توصيفه كذا، لو الجاني عمل ده يكون توصيفه ده، وبرده هنعمل ايه، والعقوبه القانونيه للجاني، عشان وانت رايحه تبقي فاهمه ان انت رايحه تعملي حاجه تستاهل انك تتعبي فيها، لان الشخص ده هيتعاقب بعد ما شفت العقوبه بتاعته قدامك. انت مش رايحه تتكلمي في كلام مش عليه اثبات ومش عليه. ويمكن انا وانت قبل ما نبدا الفقره كنت بتقولي لي ان الكتاب ده لازم البنات تقراه، لازم البنات الصغيره، الاهالي كمان تقرا، الاهالي تقرا، والبنات الصغيره بالذات اللي لسه ما دخلتش في اي مرحله من المراحل دي
مهم قبل ما تخش في مرحله الجواز تفهم انها ممكن هي بتكتب العقد بتاع الجواز بتاعها، تاخد بالها انها مثلا عاوزه تكمل تعليمها، هتشترط دفع عقد الجواز بتاعها، عاوزه تسافر، شغلها بيقتضي منها انها تسافر. يمكن النهارده معانا نموذج من النماذج دي ان الراجل رفض ان فارق معاه انه ما يتجوزش عليها مثلا غير بشروط معينه ومعرفتها، تكتب الشرط ده. فارق معاه، فارق معاها مثلا الشقه، محل الاقامه، انه ما ينقلهاش من مكان معين. كل حاجه بتكتبها في عقد وبيمضي عليه بتكون بمثابه عقد مشروط ليها. طيب حلو قوي. طبعا كتاب، واكيد هيبقى لينا حلقات او فقرات تانية، لكن النهارده تحديدا هنتكلم عن، بما ان احنا خصصنا حلقه كامله عن قانون الخلع اللي يعني بقاله 19 سنه تقريبا احنا بنتعامل بيه. انت اتكلمتي عن الخلع في كتاب قانون حواء، فقولي لي بقى يعني عرفتي الناس ايه هو الخلع؟ قلتي للبنات تعمل ايه وما تعملش ايه، ولا عملتي ايه؟ انا عرفت الناس ايه هو الخلع. اولا الخلع ده رد فعل قانوني، يعني مثلا يختلف طبعا عن الطلاق عن الابراء. الطلاق عن الابراء هو يكاد يكون شبهه مع اختلافات معينه. الخلع طبعا بياخد وقت اكتر من الطلاق عن الابراء. يعني الخلع فيه ميزه انك ما فيش فيه شهور العده ما ينفعش يترد فيها. يعني في الطلاق العادي هو ممكن يردك في شهور العده، انما في الخلع ما فيش، ده طلقه بائنه ما فيش فيها رجوع تاني. انت اهم شرط في الخلع انك تردي المهر اللي الزوج دفعه، وما تحاوليش تتحايلي عليه باي شكل من الاشكال. يعني خليكي امينه انت كمان. انت بتطلقي اسمه طلاق على مال، او طلاق بتفتدي نفسك بمال، يبقى انت لازم تكوني انت كمان الامور انا كاتبه كده. طب لو هي معلش كاتبه في القسيمه مبلغ جنيه وهي مثلا واخده 10 جنيه، لو في شهود وهو جاب شهود ان هي واخده 10 جنيه، خدي بالك القضيه ممكن تبوظ منها. لو هي راحت قالت حاجه غير الحقيقه، يعني لو هي راحت مثلا انا كاتبه الحالات اللي الخلع فيها مش بيتقبل، او الخلع او قضيه الخلع إيه ازاي ممكن تخسريها، اللي هي ايه بقى الحالات؟ موضوع المهر ده إيه يعني اول ركن اساسي ممكن تخسري بقى قضيه الخلع، انك تتلاعبي في موضوع المهر، تتلاعبي في انك تقدمي ورق غلط، تتلاعبي في انك تنكري حاجه وهو يجيب شهود تثبت انها لا هتترفض. فلو جيتي ترفعيها تاني هترفعي طبعا، من حقك ترفعيها تاني، بس تاخدي بالك من غلطاتك اللي انت غلطتها في الاولى. يعني مثلا الناس تقول لك ايه الخلع ده قضيه مضمونه مليون في المية. لا، انت لو غلطتي الخلع كمان ما يتقبلش. طب ولو ما اتقبلش ممكن ارفع تاني؟ يعني ترفعي تاني، بس تاخدي بالك ان انت ما فيش داعي للتلاعب. يعني هي الفكره ان لو الزوج اثبت، هو طالما خدت مهر، انا شايفه ان الامانه برضو، انت عارفه انت عارفه عشان حتى دينيا ربنا هو يبقى اسمي متطلقه، ما يبقاش اسمي ان انا لا يعني اصل لو في لو رحت لان اكيد هتتجوزي. انت عارفه انا كنت مثلا عارفه ان في طرق احتياليه، انا لا يمكن الكتاب كان يحتوي على اي شيء احتيالي يضر الراجل ابدا ابدا ابدا. الكلام قايم على الحق وقايم على العقل وقايم على المنطق، انما ما ضرش. مش انا عامله كتاب يعرف البنت حقها بالاصول وبالصح وبالقانون وبالعرف وبالدين، لكن ما تنصبيش على راجل او ازاي نحتال عليه، او تتعملي خلع وهو مسافر ومش عارف، وتضربي اعلانات لا لا، انت فاهمه احنا عملنا حاجه محترمه. وبتعمل كمان يعني اعلان مره بالقضيه او صلح، وبعدين لازم الصلح مرتين. القاضي لازم، والله نعرف حالات حصل فيها 6 مرات صلح، وهو القاضي لازم يكون متاكد مليون في الميه ان هو عمل اللي عليه. لان في ناس على فكره، خدي بالك انا في كتير جدا ستات تيجي تقول لي ايه احنا عاوزين نرفع خلع، ونيجي عند الحته اللي قبل مش عارفه ايه ونتنازل. بقول لك ايه، هم في ناس برضه ستات بتبقى داخله اللي هي بتضغط عليه، انا هرفع خلع وهضغط عليك. ما هو ساعات الصلح ده اللي القاضي بيعرضه انا شايفاه برضه شيء محترم وعاقل جدا. ما جايز انت في نص الاحداث خلاص اوكي قدم حاجه عمل حاجه، فانت قلت لا طب ما كمان كملش، اوكي ما كملش اجراءات لو هي الخلع. بقى يعني ربنا يعني يا رب، يعني نفسي والله كل محاكم الاسره تبقى فاضيه يا جماعه، ما يبقاش في اي حاجه. نفترض ان مثلا ان واحده رفعت قضيه خلع على جوزها، وجي في النص هو ربنا هدى حاله ويعني والدنيا اتظبطت وكل حاجه ورجعوا لبعض تاني، مصير القضيه دي هي بقى بتروح تتنازل ولا بتنتهي قضيه الخلع؟ إيه؟ خلاص هي بتتنازل عن قضيه الخلع والموضوع بينتهي، ولو حبت ترفعها تاني بعد ما حصل. ايوه بقى، ما كنت لسه هقول لك ممكن يكون هو اللي بيتلاعب يجيبها البيت، خدي بالك، وبعد كده هي يدي على دماغها زي القايمه. زي قايمه المنقولات برضو فيها الحته دي، ان هي القايمه مره واحده متهيألي القايمه نزلتي خلاص شكرا. لا صح؟ ما انت مش بتتنازلي، هو لو رجع والامور رجعت تاني وانت حبيتي ترفعي تاني، هي القضيه كلها طالما ما اتقفلتش بشكل نهائي ان انت دايما سايبه الدنيا مفتوحه، ما تحاوليش تنازل نهائي، مش عارفه مش هعمل كذا، ابراء، يعني كل حاجه كده بالعقل. يعني انا شايفه ان الستات، وانا كتبت حاجه لطيفه، لو اتنازلتي عن القايمه طب انت عارفه انا يكتب لك قايمه ثانيه. في اخر صح؟ الطلاق كتبت حاجه لطيفه جدا، هي موضوع القايمه اصلا موضوع ليه تفاصيل كتيره، وهم في الكتاب هيفهموا منها بالراحه. كل حاجه مكتوبه بالراحه ومكتوبه بالعاميه ومكتوبه في حاله ما هو حصل كذا، في حاله الذهب، كل حاجه مكتوبه في الكتاب مفصله، يعني ما فيش حاجه فايتاني. هي في حاجه بس مهمه،
انه انا كتبتها في الاخر في موضوع الطلاق. اتفقوا يا جماعه، يعني الناس لو هتتطلق فعلا يا ريت انا كتبت وده حلم انا بحلم بيه والله، اعملوا عقود اتفاق. يعني لو عايزين تبعدوا عن المحاكم، تظبطوا الرؤيه، تظبطوا النفقه، تظبطوا تعملوا كل حاجه بشكل محترم، اعملوا عقود اتفاق بينكم. يعني يعني بدل ما نغير قوانين مثلا زي موضوع الاحوال الشخصيه، ان انا حاجه رفضها كتير جدا ان هم يطلعين في موضوع نغير القوانين، طب ما نعمل عقود اتفاق. لو انتوا فعلا ناس محترمين وانت زوج محترم وعيله محترمه ونفسها تاخد الولد تشوفه عندها في البيت وهتراعوا ربنا ومش هتغلطوا في الام قدامه. العند يا رشا، العند يا رشا هو أنا شايفة اللي بجد بيدمر. طب طالما عندي بقى يبقى انا القانون يحميني. طب طالما انت هتتعامل بالعند يبقى انا القانون اللي يحميني. راجل او ست اللي بتتعند برضو وهي بتمنع من الرؤيه، ما انا كاتبه عقوبتها. انا كاتبه للست في حاله ما انت امتنعت عن الرؤيه هيبقى 1 2 3 ممكن تتمنع من الحضانه. عجبني في كتابك ان انت انسانه حياديه جدا على فكره، انت ولا مع الراجل ولا مع لا المرأة. انا كلمت بالقانون والقانون دي حاجه محترمه بلغه صراحة. الحق والعدل، ما اتكلمتش بلغه انا مش اللغه النسويه ابقى بتكلم بلغه نسويه واظلم الراجل او اظلم الولاد في النص. لا انا شايفه بقى ان العائلات المحترمه فعلا اللي هم بدل ما يغيروا القانون كامل ويظلموا ناس كتيرة جدا هتتظلم لو القانون ده اتغير، اعملوا عقود اتفاق. طالما انتوا ناس محترمين ممكن تقعدوا فعلا وتتفقوا، وممكن انتوا قد ايه ناس متفاهمين والناس هتطلع تتكلم في الموضوع، طب اقعدوا اتفقوا. يعني قصدي احنا القانون يفضل زي ما هو، يعني انتوا عايزين الدولة تتغير بالظبط، الرجاله والستات يقعدوا يتفقوا، ما تغيروش قانون كامل عشان كام عيلة متضررة. الكام عيلة المتضررة دي بدل ما تغير قانون كامل تقعد تتفق مع الست ويقعدوا مع بعض يعملوا عقود محترمه على ايد محامي فيها كل التفاصيل والبنود اللي هم عايزينها والطرفين يمضوا عليها. كلام محترم والله، يا ريت يعني بجد. يعني انا شايفه انه عشان ما نتكلمش في فكره، انا كان نفسي اجي في او اتكلم مع في موضوع تغيير القوانين واقول ان ابل موجوده، كانت لما كانت في حلقه اقول لها الكلام ده، اقول لها طب ماشي طالما احنا بلد الناس اللي فيها ما فيش مشاكل ويوم القوانين بتفرط لان كان في فئه كبيره جدا بتتضرر. وفي نقطه معينه نفسي اشرحها، ليه القانون بيتفرض؟ القانون لما بيطلع بيكون في فئه كبيره جدا مضروره، وعشان كده المشرع بيعمل القانون بناء عليها. بيتعمل تقارير بيشوفوا النسب المضرورين. القوانين ما بتتعملش بشكل عشوائي، بيبقى في احصائيات يعني. ايوه بس عشان في ناس متخيله انه اي حد ممكن يطلع يعمل قانون وبشكل عشوائي. لا احنا طيب اخيرا يا رشا، قانون الخلع في، يعني احنا كنا عرضنا تقرير قبل ما نبدا الفقره، يعني الرجاله تقريبا كلها قالت لك لا مش عاجبهم القانون. من خلال خبرتك وشغلك وعملك، كل الرجاله فعلا رافضه قانون الخلع ولا لا في رجاله؟ هو رجاله كتير رافضه قانون الخلع بشكل شكله، يعني هو صعبان عليه شكله ان هو ازاي يبقى اسمي مخلوع، يعني محكمه وتخلعوا الموضوع بالنسبه له مش اللقب نفسه، وما عندوش مش عاوز يطلقها. بس انت عارفه انا ساعات بقول ايه، طب جربوا فكره الطلاق الابراء. يعني انا شايفه ان هي مثلا تقول لك ايه بدل الخلع، لو الرجاله متقبله اكتر انه يبقى حصل طلاق بشكل عادي وهي تنازلت عن حقوقها ويبقى طلاق على الابراء بياخد نفس تقريبا نفس الحكم بتاع الخلع، برضو طلقه باينه ملوش ان هو يرجعها، طلاق باين ملوش ان هو يرجعها. فانا شايفه ان هو ده ورجوع بعقد جديد. والله العظيم وعندي حل، يعني انا ممكن اختم بقى بيه الفقره، ان لو مثلا انت استحالت العشره ما بين اتنين، انت عارف ممكن تعمل ايه؟ جوزها بدل ما تطلقهاش خالص. والله لو الرجاله تسمع بس كلام الستات، يعني انا واحده ست اهو بقول لكم ممكن تعملوا ايه علشان ما تخربوش البيت. امشي وسيب لها البيت، امشي وسيب البيت شويه، سيبها شهر اتنين تلاته، خليها هي تحس بقيمتك. يعني خليها تقول ايه، والله برضو كان عامل جو في البيت، لا والله ده انا محتاجاه برضو، لا يعني كان سندي. فانا اتمنى لو لا قدر الله انتوا استحالت العشره، ابعد شويه من غير طلاق، من غير خلع، من غير اي حاجه، وبعد كده اللي في الخير ربنا يعمله لكم. رشا انا كنت مبسوطه جدا بوجودك معايا، مبروك كتاب قانون حواء، مستنيه النسخه بتاعتي دي حالا، هترجع لي حالا والله ان شاء الله. انا مبسوطه جدا برايك يا نرمين والله. يعني انا لما بعت الكتاب بعت له تشوف الكتاب كله تقراه كله بقى من الالف للياء، بجد كتاب والله يا جماعه مش بقول اي كلام، الكتاب يستحق القراءه لان في كل من الابره للصاروخ. مش هتحتاجي ان انت تروحي لمحامي او محاميه، انت تفتحي الكتاب هتلاقي كل حاجه موجوده. رشا صبري محاميه ومؤلفه كتاب قانون حواء، بشكرك نورتيني. انا اللي بشكرك يا نرمين، وميرسي جدا، ميرسي جميل ده، ميرسي حبيبي. طيب عندنا اكيد لسه كلام كتير، هنطلع لفاصل، بعد الفاصل بقى نسمع كلام الرجاله المتضررين من قانون الخلع، بس بعد الفاصل.